كان طلبا قديما من العصور الوسطى وهمسات بين المستشرقين، تحدثت عن الكتب المفقودة من الحضارة الإسلامية، كتب وصفت العالم القديم وكتب وصفت النشأة الأولى والتكوين، إلا أن من بينها كتابا تحدث عن الأرض ما قبل وبعد البشر، جمع بين دفتيه أكثر من 3000 صفحة، وكشف ما فيها من مخلوقات وعجائب ومن أمم وممالك، بداية من الأمم قبل آدم، مرورا بقصة الأخوين والأولاد الثلاث لنوح عليه السلام، وختاما بعجائب الممالك والأسفار وأسرار الأرض الأولى قبل الطوفان وبعده. إلا أن يدا خفية وحقدا قديما أحرقت على مدار السنين آلاف الكتب القيمة من مكتبات المسلمين، فضاع معها إرث عظيم ولم يبق منها سوى ذكر الذاكرين، ومن بينها كان هذا الكتاب الذي منعته الحضارة الغربية في القرون الوسطى، ومن ثم أتلفته وأحرقت، فلم يبق منه سوى بضع صفحات كانت شاهدة على محتواه. هذه قصة كتاب أخبار الزمان، خبر الصفحات الباقية من الكتاب الممنوع. لم تشهد حضارة حجم التدمير الهائل لمكتباتها كما شهدته الحضارة الإسلامية. آلاف المكتبات حرقت ونثرت في الأنهار، واختفت فيها مجمل الثروة المعرفية. فمن الصين إلى الأندلس كان المسلمون يدونون تاريخهم وتاريخ من سبقهم، ويكشفون للعالم علوما كانت ممنوعة لدى حضارات أخرى. وكنتيجة لهذا التخريب ضاع كتاب مهم قال عنه الباحثون المعاصرون من المسلمين وغيرهم أنه إرث عظيم. هذا الكتاب كان كتاب أخبار الزمان وعجائب البلدان لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي، صاحب كتاب مروج الذهب الشهير، المتوفي سنة 346 من الهجرة. ونحن هنا في هذا المقام سنكشف لكم غرابة ما تضمنته الصفحات الباقية من هذا الكتاب. يقول المسعودي وهو يوصي وينبه كل من سيقرأ كتاب أخبار الزمان، فيقول: نقل إلينا والله أعلم بخلقه أشياء كثيرة على طريق التعجب لا من طريق التصديق، فمن قرأ كتابنا هذا فليعلم العذر فيما أوردناه، وبالله التوفيق والسداد والمعونة والتأييد. وهذا يعني أنه أورد في هذا الكتاب كل ما سمعه من قصص الشعوب التي زارها وحكايا الكتب التي قرأها، وأيضا بعض الأحاديث المتواترة القوية والضعيفة، وعلل ما فعله لعجب الأحداث التي رآها وغرابة القصص التي وجدها. وبهذا هو يريد أن يعلمك قبل أن تقرأ كتابه أن بعض الروايات قد تكون أسطورية، ولكن لا يمكن إنكارها أيضا، ويبقى العلم عند الله وحده. جاء في مقدمة هذا الكتاب ذكر أمد الدنيا وخبر الأمم والمخلوقات قبل آدم عليه السلام، بما فيهم الجن وأجناسهم وقبائلهم، وذكر الأرض وما فيها، وتكلم عن بحر عظيم يحيط بالأرض، وأنه واحد من 7 أبحر، لكل منها أرضه من الأراضي 7، وهي أراض ممتدة على هذه السطيحة. فذكر العجائب مما سمعه هناك فقال: يقال أن بحرا يسمى الصنف فيه قصر أبيض يسير على الماء، ويظهر لأصحاب المراكب بواسطة السحر، فيتباشرون به إذ هم أبصروه، ويكون لهم دليل السلامة والربح والفائدة. وفي هذا البحر العظيم توجد جزيرة برطايل، فيها جبال مسكونة يسمع منها عزف الطبول والأصوات المنكرة، وجوه أهلها مثل المجان المطرقة بآذان مخروقة، يباع فيها القرنفل ويشترونه التجار من قوم لا يبصرونهم. ويكمل في الكتاب ذاكرا للغرائب المحيرة فيقول: في البحر جزيرة بها مساكن وقباب بيض تلوح وتتزايا للناس فيطمعون فيها، وكلما قربوا منها تباعدت منهم،
فلا يزالون كذلك حتى ييأسوا وينصرفون عنها، ويتصل هذا البحر بالواق، وهو بحر لا يعرف منتهى، غير أن أقصاه جبالا تتوقد نارا ليلا ونهارا، يسمع لها قواصف مثل قواصف الرعود، وربما سمعوا من تلك النار صوتا عرفوه يدل على موت ملك من ملوكهم أو كبير من كبرائهم، وهذا الموضع لا يدرك قعره. ذكر المسعودي بعد ذلك في كتابه عن خبر تنيس، وتنيس هي جزيرة تقع في بورسعيد بمصر، يحكى أنها كانت جنة من جنان الله في الأرض، وكانت مقسومة بين ملكين من نسل حام بن نوح عليه السلام، أحدهما مؤمنا والآخر كافرا. المؤمن من ولد أبريت بن مصر، أنفق ماله في وجوه البر والتقوى، وأما الكافر فتعالى على المؤمن وقال له: أنا أكثر منك مالا ونفرا. فذكر الله تعالى قصتهم في القرآن الكريم، وبين كيف أهلك جنة الكافر وأعز المؤمن. وانتقل بعد ذلك في كتابه إلى خبر آدم عليه السلام، وذكر أبناءه وصولا إلى أبناء نوح الكرام، وهم سام وحام ويافث، وخصص فصلا كاملا لكنعان بن حام، وتوسع في نسل أبناء نوح الكرام بما فيهم الصينيين والسقالبة واليونانيين والروم والمصريين وقوما يأجوج ومأجوج، فقال فيهم: سمى أصحاب التاريخ يأجوج ومأجوج في 40 أمة مختلفي الخلق والقدرة، لكل أمة منهم ملك له زي ولغة، فمنهم من طوله الشبر والشبران وأطول من ذلك، ومنهم المشوهون، ومنهم من يفرش إحدى أذنيه ويتغطى بالأخرى، ومنهم من له ذنب وقرن وأنياب بارزة، وفيهم من مشيه وثب ويأكلون الحيتان والناس والخشاش والطير كله، بل والرخم والحداء، وبعضهم يغير على بعض، ومنهم من لا يتكلم إلا همهما، وفيهم شدة وبأس، وأكثر طعامهم الصيد، وهم يغيرون على الأمم التي تليهم ويخربون بلدانهم، حتى عمل ذو القرنين السد عليهم، وهم سيفتحونه آخر الزمان كما قال الله عز وجل. وذكر أن عندهم أمم تعرف المناسك. للأمانة الشرعية والتاريخية التي أخبرنا بها أهل العلم الشرعي الإسلامي، إن هذه الصفات في يأجوج ومأجوج من أشكالهم وأحجامهم، وأنهم يفترشون آذانهم، كلها أمور غير مثبتة وضعيفة شرعيا. فما ثبت عند أهل العلم والله أعلم أنهم من نسل آدم عليه السلام، أي يأجوج ومأجوج من البشر، وهم من أولاد يافث بن نوح عليه السلام. وللمزيد من التفاصيل عن أمة يأجوج ومأجوج وعن أبناء نوح الكرام سام وحام ويافث، فقد قمنا سابقا بإعداد وثائقي يشرح كافة التفاصيل عنهم، تجدون الروابط أسفل المقطع في قسم الوصف. ذكر المسعودي في كتابه خبر الأقوام قبل الطوفان وبعده، فأخبر عن عاد والمدينة العظيمة التي لم يخلق مثلها في البلاد، ثم خصص قسما كاملا لذكر ممالك الروم والفرس والأندلس وخراسان. فنجد بعد ذلك أنه انتقل مرة أخرى إلى قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وهذا التشتت في الترتيب التاريخي يؤكد أن النسخة المتواجدة حاليا ما هي إلا نسخة مجمعة ومعدلة من النسخة الأصلية. وهنا يجب أن نحذر أنه يجب على كل من يقرأها أن يكون ملما بعلوم التاريخ والقصص الشرعية الإسلامية الصحيحة، لأنه من الممكن أن بعض أقسام الكتاب قد حرفت وعدلت بخلاف ما ذكره المسعودي، والله تعالى أعلم وأجل. في القسم الأخير من هذه النسخة نجد خبر كهنة العرب قبل وبعد الطوفان، فأخبر بقصة الكاهن سطيح الذئبي الذي كان من أشهر كهنة العرب آنذاك، ومن الذين ذاع صيتهم بالتنجيم والتأويل، فقد كان يقصده زعماء القبائل لتأويل رؤياهم، فله من الأفعال من لا يصدقه عاقل ولا تؤمن له الأعمال. وأما الصفحات الباقية من نسخة الكتاب فقد خصصت كليا لحقيقة بناء الهرم وملوك مصر قبل وبعد الطوفان، فقال:
أول من بنى الأهرام كان سريد بن فيلمون، وكان ملكا على مصر قبل الطوفان ب300 عام، فرأى في منامه كأن الأرض قد انقلبت بأهلها، والناس يهربون على وجوههم، وكأن الكواكب تتساقط ويصدم بعضها بعضا بأصوات هائلة ومفزعة، فأرجف قلبه ما رأى وأزعجه وأرعبه، ولم يذكر هذا المنام لأحد، لكنه علم أنه سيحدث في العالم أمر عظيم. فبعد مدة من الزمان أمر رؤساء الكهنة من جميع أعمال مصر، وكانوا 130، فخلى بهم وحكى لهم ما رآه، فعظموه وأكبروه وأولوه على أمر عظيم سيحدث في العالم. إلا أن كبير الكهنة في أشمون أخبره أنه رأى رؤية توافق ما رآه، وأولها على أن طوفانا عظيما سيأخذ العالم بأسره، فأمر الملك حينها ببناء الأهرام. فلما تم بناؤها نقل إليها ما أحب من عجائبهم وأموالهم وأجساد ملوكهم، وأمر الكهان فوضعوا فيها علومهم وأسرار الأرض في العهد الأول قبل الطوفان. فيروي الكاتب بعد ذلك قصة نشأة مصر الأولى، فيقول: لما بغى بعض أبناء آدم على بعضهم وتحاسدوا وتغلب عليهم بنو قابيل، انطلق بقرايوس الجبار بن مصرايم في نيف 70 راكبا من بني عرباق الجبابرة، يطلبون موضعا ينقطعون فيه عن بني آدم، فلم يزالوا يمشون حتى وصلوا إلى نهر النيل، فأطلقوا المشي عليه، فلما رأوا سعة البلد وحسنه أعجبهم وقالوا: هذا بلد زرع وعمارة، فأقاموا فيه واستوطنوه وبنوا الأبنية والمصانع المحكمة، وأسس بقرايوس الجبار مصر وسماها باسم أبيه مصرايم تبارك به. ومن خلال بطشه وجبروته وعلمه وقع إليه من العلوم التي علمت لآدم عليه السلام، فقهر بها الجبابرة الذين كانوا معه، وهم الملوك الذين بنوا الأعلام وأقاموا الأساطين العظام، وأسسوا المصانع الغريبة ووضعوا الطلسمات العجيبة، فاستخرجوا المعادن وقهروا من نوأهم من ملوك الأرض، فلم يطمع بعد ذلك فيهم طامع. فعلم المصريين الكبير إنما كان من علوم أولئك الأقوام. ويذكر أيضا أن قوما من العمالقة نزلت مصر وأقامت فيها المصانع والصروح، ولها آثار دالة على ذلك حتى اليوم. ما يؤخذ على كتاب المسعودي أنه جمع قصصا هو نفسه يعلم أنها أقرب للخيال من الحقيقة، ولكنه أراد أن يسلط الضوء على أخبار الزمان بشكل كامل، فيروي ما سمعه ويؤكد ما يعلمه، فيكون بهذا موسوعة شاملة تروي قصة الأرض في العهد الأول والثاني للدنيا. بعد مئات السنين من ضياع هذا الكتاب وإحراق نسخه الباقية، بدأت همسات تسمع في الغرب عن وجود النسخة الكاملة منه في موريتانيا وسط مدينة تدعى شنقيط، بعدما كشفت وثيقة قديمة في جامعة أكسفورد، وهي جامعة بريطانية، كشفت عن قصة مستشرق ذهب إلى هناك من أجل الحصول عليه أو عمل نسخة عنه، ولكن أهل المدينة في شنقيط رفضوا بيعها أو حتى نسخها، فحاول الرجل الاحتيال سرا للوصول إليها، فاكتشفوا أمره وكانت حياته ثمنا لذلك. يقال أن هذه النسخة كانت نسخة 3000 صفحة الأخيرة، ولا يعرف فيما إذا ظلت موجودة أو أتلفت، إلا أن من خلال بحثنا نتوقع وبشدة أنها ما تزال موجودة في مكان ما، ولدينا على هذا الكلام دليل قوي بالنظر إلى النسخة الحالية المكونة من 300 صفحة، نجد أنها تحمل فصولا وأبوابا كثيرة، بداية من زمن التكوين الأول للأرض ووصولا إلى عهد الفراعنة الأخير ما بعد الطوفان. والمثير للأمر أن هناك أبوابا من الكتاب لا يوجد فيها سوى بضع الأسطر، مما يدل وبقوة أن هناك قسما كبيرا منها قد حذف، أو الأسوأ من ذلك حرف وعدل بخلاف ما كتبه المسعودي. ف
فقادنا الفضول إلى معرفة سبب حذفه، فوجدنا أن الأبواب الناقصة كانت في قصص الممالك وحقيقة الأرض، بينما الأمور التي تدخل في علم الغيبيات والقصص والحكايات كانت تحتوي على العديد من الصفحات. وهذا أمر غريب، فقصص الممالك والشعوب هي قصص دونها التاريخ، ومن السهل التعمق فيها والشرح لها، ولكن بعض جوانب الكتاب أظهرت عكس ذلك، مما يدل وبدون شك أنها أخفيت وتم حذفها. والسبب الوحيد لذلك هو التدليس في التاريخ وتغيير الحقائق، وهذا الأمر تطبقه بعض المحافل السرية في العالم منذ زمن طويل وحتى الآن، والعلم عند الله وحده. هذا الكتاب كشف وبكل تأكيد أخبار الممالك وحقائق سرية كانت محظورة وممنوعة عن الشعوب، فتحركت العديد من الأيادي في الخفاء قامت بإحراقه وإتلاف قسم كبير منه، ولكننا نعتقد أن هناك نسخة باقية منه سربت منها هذه الصفحات القليلة المتواجدة في مكتبات العالم، وإن نكاد أن نجزم لكم أن النسخة الكاملة منه توجد الآن في أرشيف الفاتيكان السري ومكتبة بريطانيا الكبرى، فكلاهما البنك الأخير للكتب المفقودة من العالم الحديث اليوم. الأمر الذي قد يفاجئك أن المسعودي ذكر في كتاب مروج الذهب أنه عمل 34 كتابا عن حقيقة الأرض والشعوب والأحياء العجيبة والممالك البعيدة، ولكن المؤسف أن أغلبها قد ضاع أو أخفي، ولم يبق منها سوى مروج الذهب وهذا القسم الصغير من كتاب أخبار الزمان، بالإضافة إلى كتاب التنبيه والإشراف والكتاب الأوسط المتواجد حاليا في مكتبة أكسفورد البريطانية. أي من 34 كتابا لم يبق سوى 4 كتب، وهذه 4 الباقية لم يبق منها سوى القليل.